السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتك. هنستكمل معنا السلسلة التعليمية في شهادة فن المحاسبة، وهنتكلم النهاردة على موضوع أنواع الحسابات. حسابات أي شركة في الدنيا يا شباب بتتكون من 5 مجموعات أو 5 حسابات رئيسية، هي الحسابات المكونة لمعادلة المحاسبة، وهي الأصول، الخصوم، حقوق الملكية، الإيرادات، المصروفات. بالنسبة للأصول يا شباب، هي الموجودات التي تقع تحت سيطرة الشركة. كلمة سيطرة هنا مقصود بها إيه؟ مقصود بها أن الشركة لها الحق في توجيه الاستخدام، ولها الحق في الاستفادة من الأصل. ليس بالضرورة أن تملك الأصل، لكن لها الحق في أنها توجه استخدام الأصل وتستفيد من الأصل. تمام؟ هذه السيطرة نشأت عن أحداث سابقة حدثت في الماضي، وفي شرط أساسي كده في تعريف الأصول أن يساهم هذا الأصل في توليد منافع اقتصادية مستقبلية. من المتوقع أن تساهم في توليد منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأ. عندنا ماكينة، عندنا سيارة، عندنا مبنى، المفروض إن في منافع مستقبلية متولدة مستقبلا من اقتناء هذه الأصول والسيطرة على هذه الأصول. فالماكينة هتشتغل وتطلع منتجات وتتباع، السيارة بنستخدمها في نقل البضائع ونقل موظفي الشركة، فبالتالي دي منفعة. المبنى بنستخدمه في إدارة أعمال الشركة، وبالتالي دي منفعة. تمام؟ فإذا الشرط الأساسي في تعريف الأصول هو توليد منافع مستقبلية. تمام؟ الخصوم يا شباب هي التزامات على الشركة، في التزام حالي على الشركة نشأ كذلك عن أحداث سابقة جاي من الماضي. تسديد وتسويد هذا الالتزام هيترتب عليه تدفق خارجي للمنافع الاقتصادية، في خروج منافع اقتصادية من الشركة، هنسدد أموال، هنتنازل عن بعض الأصول في سبيل سداد وتزويد الالتزامات. جميل شباب. 3، حقوق الملكية بنسميها صافي الأصول. عندنا بعض الأصول، عندنا الشركة عندها أصول سددت الالتزامات اللي عليها، فما تبقى من الأصول بنسميه صافي الأصول أو حقوق الملكية، وهو الحصة المتبقية لأصحاب المنشأة بعد سداد كافة الالتزامات. المجموعة الرئيسية الرابعة معانا الإيرادات، هو الدخل المتولد للشركة. تمام؟ نتيجة بيع بضاعة، نتيجة تقديم خدمات وهكذا. طيب بنقول عليه إيه؟ هو زيادة في المنافع الاقتصادية خلال الفترة المحاسبية. المنافع الاقتصادية للشركة بتزيد. طب بتزيد في شكل ايه يا شباب؟ في شكل تدفقات نقدية داخلة، فلوس، او ان يكون في زيادة في الاصول. بدل ما اخد فلوس من العملاء باخد اصل، ممكن اخد اصول عينية زي الماكينات وخلافه، او اصول مالية زي الاسهم والمستندات. تمام؟ او انا ابيع، اعمل عملية مبيعات وتنازل، او يتم تخفيض الالتزامات اللي علي فينتج عنه نقص في الايه؟ في الالتزامات. جميل. بس في شرط اساسي ورئيسي في موضوع الدخل المتوارد للشركه او الايرادات دي، انها تكون مع اطراف ليسوا ملاك الشركه. يعني مش ليسوا ملاك الشركه بالمعنى ان ممكن يكون، لان في بعض الاحيان يا شباب الملك يكون عميل عادي نتعامل معاه في عمليه طبيعيه جدا، لكن كونها تيجي مساهمه ان يجي المالك او المستثمر يحط فلوس في زي زيادة رأس مال أو مساهمة في الشركة، فنقول دي إيرادات؟ لا، دي ما اسمهاش إيرادات، لكنها تدخل في نطاق حقوق الملكية. تمام شباب؟ وبالتالي نقول إيه؟ بخلاف تلك المتعلقة بمساهمات من أصحاب حقوق الملكية أو أصحاب الشركة أو مستثمري الشركة. المصروفات تماما عكس الإيرادات. إذا قلنا الإيرادات زيادة في المنافع الاقتصادية، فالمصروفات هتكون نقصان في المنافع الاقتصادية. تمام؟ تدفقات نقدية داخلة، يبقى في المصروفات تدفقات نقدية خارجة. تمام؟ زيادة في الأصول في حالة الإيرادات هتكون في المصروفات نقص في الأصول، وهكذا. الالتزامات كانت تنقص في حالة الإيرادات، هتزيد في حالة المصروفات. تمام؟ طيب قلنا برضو نفس الكلام اللي قلناه، إن في بشرط ألا تكون متعلقة في حالة المصروفات بإيه؟ بالتوزيعات على أصحاب الشركة أو على مساهمي الشركة أو على حقوق الملكية. تمام يا شباب؟ يبقى دي كده تعريف ال5 حسابات الرئيسية معانا. هذه ال5 حسابات الرئيسية يا شباب بنقسمها لمجموعتين رئيسيتين. مجموعة بنسميها حسابات حقيقية دائمة، موجودة معايا دايما وليها مركز مالي ومستمرة. كويس؟ فبتبقى حسابات حقيقية أو دائمة.
والمجموعة الثانية بنسميها حسابات اسمية أو مؤقتة، وجودها فترة قصيرة فقط خلال الفترة الزمنية أو الفترة المالية. فالحسابات الحقيقية زي ما قلنا يا شباب هي حسابات لها مركز مالي، ما أقدرش إن أنا ألغي هذا المركز أو أصفره أو أشيله أو ألغيه من الحسابات إلا بطريقة نظامية. عليا فلوس لأحد الموردين، لازم أسدد المورد بشكل نظامي عشان يتم ايه تصفير هذا المبلغ او هذا الرصيد. ليه فلوس عند احد العملاء كذلك لازم يتم تحصيل هذا المبلغ وتسويته بشكل نظامي، فيما عدا ذلك يظل الرصيد قائم ويتم تدويره من سنه الى اخرى. عشان كده بنسميها ايه حسابات حقيقيه ولها مركز مالي، وبالتالي تدخل هذه الحسابات وتظهر وتكون قائمه الايه المركز المالي. تمام. الحسابات الاسميه هي حسابات وجودها مؤقت، غرضه مؤقت، موجوده خلال فتره زمنيه الفتره الماليه بشكل عايز اطلع منه او بتطلع لي نتيجه واحده، ان انت الشركه كسبت كام او خسرت كام، ربح او خساره الايه الشركه. تمام. فيبقى اذا هذه الحسابات هي فقط تحمل اسما خلال السنه الماليه، رصيدها في بدايه السنه صفري ورصيدها في نهايه السنه صفر، مفيش فيها اي ارصده، يتم تصفير الرصيد في نهايه السنه الماليه، لكن طول السنه عندي في رصيد بيزيد ويقل، باجي في اخر السنه بعمل ايه؟ اعمل تصفير لهذه الحسابات واخرج برقم واحد اللي هو الربح او الخساره. تمام؟ واضح كده بقى نقدر نفهم ايه هي الحسابات اللي موجوده في الحسابات الحقيقيه وهي الحسابات اللي موجوده في الحسابات الاسميه. الحسابات الحقيقيه موجود فيها الاصول والخصوم وحقوق الملكيه، والحسابات الاسميه موجود فيها الايرادات والمصروفات. الحسابات الحقيقيه يا شباب بتكون او يتم استخدامها في اعداد قائمه المركز المالي، الحسابات الاسميه تكون او يتم استخدامها في اعداد قائمه الدخل او ما يطلق عليه قائمه الارباح والخسائر. تمام؟ خلاص احنا عرفنا ان الاصول انها الموارد الاقتصاديه المتاحه للشركه، والخصوم هي الالتزامات التي يتوجب على الشركه سدادها، حقوق الملكيه قلنا هو صافي الاصول او القيمه المتبقيه لاصحاب المنشاه. تمام. الايرادات هي زياده في المنافع الاقتصاديه، والمصروفات نقص في المنافع الاقتصاديه. قال لي كمان خلي بالك الاصول بنقسمها بمعيار زمني، بمعيار ايه يا شباب؟ زمني، اصول متداوله واصول غير متداوله. وكذلك الخصوم معيار زمني، خصوم قصيرة الأجل وممكن نقول عليها متداولة برضو، وخصوم طويلة الأجل وممكن نقول عليها خصوم غير متداولة. تمام؟ حقوق الملكية بتاخد أكتر من شكل، ممكن تكون رأس المال في حالة الشركات الأشخاص رأس المال، ممكن تكون رأس مال الأسهم في حالة شركات الأموال أو شركات المساهمة، الأسهم الممتازة، عندي الاحتياطيات والأرباح المبقاة والأرباح المحتجزة. تمام؟ الأرباح اللي بتتكون خلال السنة إما إن أنا بعمل لها توزيع فبتتوزع، أو بتظل تحت مسمى أرباح مبقاة أو محتجزة. تمام؟ أو بس كونها تحت هذا المسمى جاهزة للتوزيع، جاهزة لإيه؟ للتوزيع. أو إن أنا أقول لا والله ده أنا محتاج أحتفظ بيها كاحتياطي وبدخلها تحت مسمى احتياطيات، وهنتكلم إن شاء الله بالتفصيل في هذه النقاط. جميل؟ الإيرادات قد تكون إيرادات تشغيلية متعلقة بالنشاط الرئيسي للشركة، قد تكون إيرادات غير تشغيلية، وقد تكون مكاسب من عمليات أخرى غير متكررة. تمام؟ المصروفات قد تكون تكلفة البضاعة المباعة، قد تكون مصروفات تشغيلية أخرى، وقد تكون مصروفات أخرى ليست تشغيلية، وقد تكون خسائر غير متكررة، قد تكون خسائر غير متكررة. تمام يا شباب؟ زي ما قلنا إن الأصول بيتم تصنيفها إلى أصول متداولة وأصول غير متداولة، والمعيار في التصنيف هو المعيار الزمني، هو المعيار الزمني. يعني إيه بقى المعيار الزمني؟ لما نيجي نشوف الأصول المتداولة هي الأصول التي متوقع بشكل معقول أن تستفيد منها المنشأة. مش إحنا قلنا يا شباب إن المعيار في الأصول إن الشركة تستفيد وتحقق منفعة اقتصادية؟ جميل؟ فهتستفيد منها المنشأة، لكن الاستفادة دي هتكون إمتى؟ ها؟ قصيرة الأجل، خلال سنة أو دورة تشغيلية أيهما أطول؟ أيهما إيه؟ أطول. جميل؟ طيب هو إيه سنة ودورة تشغيلية؟ سنة إحنا عارفين إن السنة 12 شهر، ما اختلفناش في دي. طب إيه هي الدورة التشغيلية؟ الدورة التشغيلية قال لي هي بتبدأ من وقت شراء البضاعة
إلى تحصيل قيمة البضاعة. إيه ده؟ ما فهمناش الجزئية دي. وقت شراء البضاعة يا شباب، البضاعة بتقعد في المخازن، ففي عندي فيه هنا حاجة اسمها فترة بقاء البضاعة في المخازن. ما أنا ما بشتريش البضاعة وببيعها على طول، لا ده بتقعد عندي شوية في المخازن، صح؟ ببيع البضاعة قد أبيع وأحصل بشكل مباشر، أو تظل الفلوس على العميل فترة زمنية، تمام؟ فهنا بنسميها إيه؟ فترة التحصيل، إن تظل فترة زمنية وبعد كده حصل البضاعة من العميل. جميل يا شباب؟ فإذا الفترتين دول، إن أنا اشتريت البضاعة وبقى عندي فترة قعدت في المخازن، وبعتها وبقى عندي فترة عم بحصل فلوسها من العميل، بنسميها الدورة التشغيلية، بنسميها إيه؟ الدورة التشغيلية. جميل يا شباب؟ فإذا في الشركات، معظم الشركات الدورة التشغيلية فيها أقل من 12 شهر. يعني إيه؟ هتلاقي مثلا العملية دي بتتم خلال شهرين ثلاثة، أوكي؟ مش أكتر من كده. يعني معظم الناس بتشتري البضاعة ولو باعت وحصلت بتاخد لها 90 يوم او 120 يوم على الاكثر، تكون البضاعه قاعده في المخازن وبعتها وحصلت قيمتها. بعض الشركات، وخصوصا لما نتكلم في شركات المقاولات، الموضوع ممكن يعدي فتره زمنيه طويله، ممكن ياخد له 15 شهر 18 شهر عم نبدا نجيب البضاعه ونشتغل ونعمل ونصرف مستخلصات ونحصل الفلوس، ممكن الموضوع يعدي فتره كبيره. فكل شركة لها هي أضرب نشاطها في موضوع الإيه؟ الدورة التشغيلية بتاعتها. أهم شيء المعيار في التصنيف عندنا، زي ما قلنا يا شباب، لو الدورة التشغيلية أقل من 12 شهر يبقى المعيار إيه؟ 12 شهر، تمام؟ لو الدورة التشغيلية أكتر من 12 شهر يبقى المعيار الإيه؟ الدورة التشغيلية. لو الدورة التشغيلية 15، أوكي؟ يبقى في هذه الحالة معيار التصنيف عندي 15 شهر وليس 12 إيه؟ 12 شهر. جميل يا شباب، ان شاء الله تكونوا فهمتوا النقطه دي، مهمه جدا. ده بالنسبه للاصول المتداوله، خلاص فهمناها. الاصول غير المتداوله نفس الكلام اللي قلناه، لكن الاستفاده منها ايه؟ هتتعدى السنه او الدوره التشغيليه ايام اطول. هتتعدى السنه خلال الدوره، هتتعدى السنه او الدوره التشغيليه ايام ايه؟ اطول. كمان مهم جدا في الاصول غير المتداوله، ليس الهدف اعاده ايه؟ اعاده بيعها. انا ما بشتريش الاصل غير متداول عشان ابيعه، انا بشتريه عشان يشتغل في المنشأة ويبدأ ينتج لي بضاعة واستفيد منه، تمام؟ فاذا ليس الهدف من شرائها هو اعادة ايه؟ بيعه. جميل. نفس الكلام اللي قلناه على الاصول بنقوله على الخصوم، ان انا عندي خصوم قصيرة الاجل. هذه الخصوم قصيرة الاجل تستحق السداد خلال فترة زمنية سنة او دورة تشغيلية ايهما اطول. والاصول طويله الاجل هي اصول تستحق السداد بعد الايه؟ الدوره التشغيليه او السنه ايهما ايه؟ ايهما اطول. انا عندي فلوس هسددها في فتره لكن هتتخطى السنه او الدوره التشغيليه. ايه الفكره في التصنيف يا شباب؟ الفكره في التصنيف بيساعدني في عمليه تقييم الشركه والتحليل المالي، بعرف ايه السيوله اللي موجوده عندها، بعرف ايه الالتزامات اللي لازم الشركه تسددها خلال اجل قصير، ومدى توفر أصول متداولة لسداد الالتزامات المتداولة. ده كله متعلق بالتحليل المالي وقياس الإيه؟ حاجة اسمها السيولة والملاءة المالية للإيه؟ للشركة. ده كده باختصار موضوع أنواع الحسابات والقصة اللي حواليه. إن شاء الله إحنا المحاضرة الجاية هنتكلم على دليل الحسابات، ونبدأ نتعمق أكتر في أنواع الحسابات التي تتفرع من هذه الحسابات الرئيسية. إحنا كده خلصنا محاضرة اليوم، إلى أن نلتقي، دمتم في حمد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.